السلام عليكم ورحمته، شباب ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. بالنسبة للشباب في أبو قير كان في نوعين كروجن كده كنا سقطناهم يعني، فنرجع ناخدهم بالإضافة لنوع بروتكشن كده اللي هو الانهبيتور. خلاص ده بالنسبة للشباب بتوع أبو قير. تمام، طيب نفكر حضراتكم كده احنا أنواع الكروجن اللي كنا عدينا عليها، اللي هي كانت الجلفانيك كروجن. خلاص أو نفكر حضرتك كده، كان عندي الجلفانيك كروجن. الجلفانيك كروجن ده يا جماعة كان بيجي لتحته اللي هو ايه، الديسيميلر ميتال كروجن سيل. تمام، وكان برضو عندنا الديفرنشال اريشن سيلز، وكان عندنا الديفرنشال ستريس سترين سيلز. وده اللي كان بيقودنا بعد كده لنوع الكروجن اللي هو ايه يا جماعة، الستريس كروجن كراكنج. ده كده لو فاكر كان رقم اتنين، لان رقم واحد احنا كنا خدنا حاجة يا جماعة اسمها اليونيفورم كروجن. خلاص، وخدنا بعد كده رقم ثلاثة زي ما قلت لك، اللي هو ده بقى بيقودني لحاجة اسمها الستريس كروجن كراكنج. وخدنا رقم أربعة حاجة اسمها البيتنج كروجن، صح كده؟ حتى كان ليها يعني صفة مشهورة قوي، اللي هي كلمة ايه يا جماعة، قلت لك اسمه لوكالايزد كروجن. خلاص، طيب المفروض حضرتك بعد كده اللي احنا خدنا الايروجن كروجن وخدنا الاتموسفير كروجن. خلاص يعني المفروض كده احنا خدنا الايروجن كروجن، خلاص، وخدنا الاتموسفيرك كروجن، صح كده؟ في بس هنا حاجه اسمها الاي جي سي او الانتر جرانيولار كروجن. خلاص، وهيبقى عندنا كده حاجه اسمها الكريفس كروجن. خلاص، دول كده ايه عندنا. يبقى احنا هنتكلم النهارده عن حاجه اسمها الانتر جرانيولار كروجن، وهنتكلم عن حاجه اسمها ايه يا جماعه، الكريفس كروجن. طيب بص كده حضرتك، الانتر جرانيولار كروجن بيقول لي يا جماعه this form is considered localized. الله، الكلمه دي عدت عليا قبل كده، فاكر عدت عليا في مين يا جماعه؟ بالظبط، في البيتنج كروجن. خلاص، بمعنى كلمه localized دي كنت انا قلت لك عليها اللي ايه يا جماعه، ان هو بيحصل في مكان معين خلاص اكتر من بقيه الاريا بتاعت الحاجه اللي هو موجود فيها. لا معلش، انا البيتنج ده كان من زمان قوي وانا مش فاكر، لا فكرني اكتر كده معلش. يعني تعالى معايا كده نروح للبيتنج كروجن اهو، زي ما انت شايف كده اهو، كلمه لوكالايز كانت معناها ايه يا جماعه؟ الكروجن كونسنتريتد ان سيرتن ارياز اون ذا ميتال مور ذان اذرز. خلاص، يعني بص حصل هنا اكتر من هنا مثلا، او بص في النص اتاكل لحد الاخر خالص، لكن هنا لا لسه شويه. خلاص، ده معناه ان معنى كلمه لوكالايز ان هو بيتمركز في مكان معين خلاص، او في اريا معينه اكتر من بقيه الاريا، اكتر من بقيه الارياز اللي موجوده على السطح او على الجسم بتاعك، فبالتالي الكروجن فيه ايه يا جماعه، بيبقى اكتر. ده كده معنى كلمه ايه، لوكالايز. نرجع تاني للانتر جرانيولار كروجن كده، نفس الكلام هنا بيقول لي ده برضو ايه يا جماعه، لوكالايز. اي طب انت عرفت بقى يبقى لوكالايز يعني بيحصل ايه يا جماعه، يعني لو عندي جسم كده بيحصل في مكان فيه اكتر ما بيحصل في ايه، في مكان تاني او في اماكن تانية. خلاص كده، لا برضو يعني مش واضحه معايا. طب انا كنت فاهمها في البيتنج هنا ازاي يعني؟ قال لك بص، هو بيقول لك ايه، occurs along the grain boundaries for some alloys. خلاص، زي الستيل ستيل. لا ايه ده، واحده واحده، يعني ايه جرين باوندرز دي؟ قال لك بص، ما انت في حاجه، قال لك انت اي ماده يا جماعه خلاص بتتكون كده من حاجه اسمها جرينز. خلاص، دي كده يا جماعه بيسموها جرين، ودي كده جرين، ودي كده جرين، ماشي كده؟ اللي في النص ده بقى كده يا جماعه، ده كده خلاص بيسموه جرين باوندري. خلاص، يعني هنا تتكون من جرينز اللي بيفصل كل جرين على التانية، حاجة اسمها ايه؟ جرين باوندري، الحد الفاصل. خلاص كده؟ طيب، أو الحاجز، يعني الحاجز ما بين كل جرين والتانية. هو بيقول لك بقى الـ IGC ده
الانتر جرانيولار كروجن ده يا جماعه خلاص بيحصل هنا، خلاص بيحصل فين يا جماعه؟ في الجرين باوندرز. خلاص هياخد مثال على كده سبيكه الستيل ستيل، خلاص هناخد مثال على كده سبيكه الستيل ستيل. بيقول له فور انستنس ويل ديكاي اوف ستيل ستيل. خلاص هي سبيكه الستيل ستيل يا جماعه بتتكون من ايه؟ بص كده قال لك سبيكه الستيل ستيل يا جماعه بتتكون طبعا مينلي من الحديد، خلاص كده. وفي معانا كروم، وبيحط فيها كروم يا جماعه ده اللي بيمنع الروستنج، ده اللي بيمنع الصدى، خلاص كده. وساعات بيبقى فيه كربون، خلاص ما يمنعش، ممكن نحط نيكل، وفي ساعات بيحط ماجنيزيوم سيركون وات ايفر، بس يعني دي ايه ممكن تقول عليها المكونات الرئيسيه. طيب الكروم قلنا بيمنع الصدى. طيب بص بقى اللي بيحصل ايه يا جماعه، بيقول لي نتيجه ان انت ممكن تعمل اهو، يعني المثال ده هنا بيقول لي ويلد ديكي اوف ستين ستيل الوي، لما بتعمل ويلدنج للستيل ستيل بيحصل ديبليشن، خلاص او ديبليشن اوف كروميوم ات ذا جرين باوندرز ديو تو فورميشن اوف كروميوم كاربايد. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ بص انت لو خدنا جرين واحده بقى، خلاص عشان نشرح عليه اهو، دي الجرين الثانيه اللازقه فيها، خلاص كده. في الجرين دي كده يا جماعه، دي كده الجرين بتاعتك. طبعا الكومبوزيشن هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا، خلاص زي هنا زي هنا، يعني الكومبوزيشن جوه زي على الباوندرز، خلاص. فبيقول لك لما بتيجي تعمل ويلدنج الحمل الستيل ستيل مع ستيل ستيل، لو بيحصل حاجه غريبه بقى، ان هنا طبعا، هنا طبعا الكومبوزيشن برضو اف اي وكروم ومش عارف وكربون وميكل، يبقى الكروميوم تقريبا 11%، خلاص كده. فهنا يعني خلينا مركزين مع الكروم شويه، هنا 11% كروم، وهنا 11% كروم، وهنا 11% كروم، وهنا 11% كروم، وهكذا في كل حته ثابت. لو لما بتعمل ويلدنج، خلاص لما بتعمل ويلدنج الكروم اللي عند الباوندرز، خلاص الكروم اللي هنا كده يا جماعه، الكروم اللي موجود عند الباوندرز هنا بيتفاعل مع الكربون اللي موجود هنا برضه، يعني المكونات دي هتبدا بقى تتفاعل مع بعض، خلاص. وهيديني زي ما انت شايف كده يا جماعه حاجه بيقول لك اسمها كروميوم كاربايت. طيب ايوه برضه فين فين الرخم في الموضوع، يعني هنا اتفاعلوا مع بعض ادوني كروميوم كاربايت، تمام كده. ايوه فين بقى الرخم في الموضوع؟ قال لك ما انت خد بالك من حاجه، مش ده رياكشن يا جماعه، خلاص ده تفاعل. انت عارف التفاعل يا جماعه، الرياكتنتس متفاعلات، لما التفاعل بيحصل كميتها بتزيد ولا بتقل؟ كميتها بتقل، صح كده. يعني انت لو يعني مثلا لو عندك تفاعل كده، افتكر الكلام اللي انت كنت خدته في ثانوي قبل كده، حتى يقول لك ايه عندي تفاعل A زائد B بيديني مثلا C بلس D، مش انت بيقول لك لو مدخل 100 خلاص كيلو جرام من ايه، خلاص، ومثلا 100 كيلو جرام من بي، مش دول هيتفاعلوا مع بعض يا جماعه؟ يبقى كميه ايه بيحصل لها يا جماعه؟ بتقل، خلاص كده. وكميه بي برضه بيحصل لها ايه؟ بتقل. لكن كميات البرودكت بيحصل لها يا جماعه؟ بتزيد. فهنا انت قصدك اللي نقصده ايه بقى هنا يا جماعه؟ ان الكروميوم عند الباوندرز هنا، خلاص عند الباوندرز دي كده بيقل. يعني هنا طبعا انا قلت لك الكروميوم ده موجود ليه يا جماعه؟ عشان يمنع الراستنج، عشان يمنع الصدى، خلاص. يعني هتبقى اكتر مكان بقى معرض للصدى اللي ما فيهوش كروم كتير، اللي هو عند مين بقى يا جماعه؟ عند الباوندرز، خلاص. فبالتالي لقوا ان هنا في تفاعليه بتحصل، التفاعل ده كده طبعا عند الباوندر هيحصل كروجن، يعني الباوندرز دي هتتاكل، يبقى معنى كده ان هنا الانود بتاعك ده اللي بيتاكل، خلاص ده في كروم اقل، وجوه هنا ده الكاثود، خلاص. فانت هنا ده الانود بتاعك، خلاص. طيب فلقوا ان التفاعل ده بيحصل اهو، الحديد بيحصل له يا جماعه راستنج، مفيش حاجه تحميه بقى، الكروم ماله يا جماعه؟ الكروم اتفاعل مع الكربون وانتج لي حاجه انا مش عايزها خالص، حاجه رخمه كده اسمها كروميوم كاربايت، خلاص كده. فبالتالي الكروم بيقل هنا، فبالتالي دي المناطق دي تبقى ايه؟ اوردر اتاك. طب ده تفاعل انا، والتفاعل الكاثود بيبقى عباره عن ايه؟ يعني حد فاكر تفاعل الكاثود بيبقى عباره عن ايه؟ احد التفاعلين دول يا اما الهيدروجين ايفوليوشن لو البي اتش اقل من 4، يا اما الاكسجين ريدكشن لو البي اتش من كام لكام يا جماعه؟ من 4 ل 10، خلاص. طيب ايه الحل؟ يعني ايه ازاي نقدر نكمبيت الانتر جرانيولار كروجن؟ ميثودز اوف كومبيتنج الانتر جرانيولار كروجن. قال لك بص كده يا جماعه، في حاجه بتتعمل. هو دلوقتي مشكلة ده، يعني لو لاحظت كده معايا ان الويلدنج خلاص بيكون الكروميوم، الكروميوم بيتفاعل مع الكربون يديني ايه يا جماعة؟ كروميوم كاربايت. طيب في حاجة كده خلاص بنعملها اسمها subjecting the metal to high temperature heat treatment to redissolve chromium carbide، خلاص. دي كده يا جماعة حاجة اسمها معالجة حرارية،
معالجة حرارية بتعمل ايه؟ بص بقى كده بيقول لك، مش انت عندك انت المشكلة ان الكروم اتفاعل مع مين يا جماعة؟ الكربون، ده كروميوم كارباين صح كده؟ قال لك بص بقى، هتعمل حاجة اسمها هاي تمبرتشر هيت تريتمنت. خلاص يا اصحابي ده رمز كده يا جماعة، HT هاي تمبرتشر هيت تريتمنت. لما بتسخن يا جماعة ايه اللي بيحصل؟ لا، ان الكروميوم كارباين ده بيتفك ويرجع تاني لكروم ويا جماعة وكربون. خلاص يبقى بتعمل HT هاي تمبرتشر هيت تريتمنت، دي طبعا بتتم عند كونديشنز معينه، ظروف معينه من درجه الحراره والوقت. خلاص بتعمل ايه يا جماعه؟ الكروميوم كارباين ده بيرجع يتفك تاني ويديني مين يا جماعه؟ كروم وكربون. يبقى كده هيبقى، بص بقى، هيبقى كان ده المتفاعل وده البرودكت، وانت عارف بقى البرودكت كميته بيحصل لها ايه يا جماعه؟ بتزيد. خلاص كده، فبالتالي هيرجع الكروميوم كتير عند الايه؟ عند الباوندرز، وبالتالي مش هيحصل عنده ايه يا جماعه؟ كروجن. خلاص، او هتمنع الانتر جرانيولار كروجن يعني. خدت بالك بس من كلمه لوكالايزد؟ خدت لي بالك كده من الحته اللي هي بتاعت ايه يا جماعه؟ لوكالايز اهو، هو متمركز فين يا جماعه؟ بيحصل فين؟ عند الباوندرز. خلاص، ما بيحصلش جول جرين، لا ده بيحصل في مكان معين، ما بيحصلش في كل دي. خلاص طيب، يا اما في حل تاني بيقول لك لورنج ذا كاربون كونتنت بيلو 0.03 ويت بيرسنت. هو بيبقى معروف يعني ان الكاربون كونتنت يا جماعه في سبيكه الستيل ستيل المفروض يعني هو بيبقى من 0.03% لحد 1%. فهو بيقول لك لا معلش بقى، حاول تقلل لنا ايه الكربون عن كده شويه. بيقول لي اللوينج، تالت حاجه اللوينج ذا ستيل ستيل ويز انذر ميتال ساتش از تايتانيوم. ممكن تحط عنصر تاني زي ايه يا جماعه؟ زي التايتانيوم. خلاص، يبقى اللوينج ذا ستيل ستيل ويز انذر ميتال ساتش از تايتانيوم. التايتانيوم برضه هيمنع ايه؟ الصدى، عشان لو حصل مثلا كون كروميوم كارباين فيبقى في عنصر تاني يحمي لك من الصدى اللي هو زي مين يا جماعه؟ التايتانيوم. خلاص، ده كده كان حاجة اسمها ايه يا شباب؟ الانتر جرانيولار كروجن. الحاجة التانية اللي احنا عايزين ناخدها او النوع الاخير بقى من الكروجن اللي هو رقم 8، اللي هو يا جماعة حاجة اسمها الكريفيس كروجن. ايه الكريفيس كروجن ده؟ تعال برضو نشوف التعريف ونشرحه لحضرتك بيبقى عامل ازاي. برضو بيقول لي بص، كلمة لوكالايز ده لوكالايز الكتروكيميكال كروجن. خلاص، ده هتلاقيه بقى يا جماعة لوكالايز وتبع الديفرنشال اريشن كروجن برضو. طب ازاي؟ تعال نشوف. بيقول لي electrochemical corrosion ده تعريفه هو يعرفه لك، may be occur due to the difference in concentrations dissolved oxygen in the electrolyte solution between two regions of the same metal. يا ده بيحصل نتيجة اختلاف، عشان كده قلت لك ان هو ممكن يبقى يا جماعة تبع differential aeration corrosion. ليه؟ بص بيقول لي ايه؟ بيقول لي ده may be occur، ممكن بيحصل نتيجة ال difference، او بيحصل نتيجة ال difference in concentration انت كونسنتريشن اوف ديسولفد اوكسجين، بيحصل نتيجة اختلاف تركيزات الاكسجين في المحلول على نفس سطح المتر. ويقول لك بص كده، a good example of this form of corrosion occurs in crevices خلاص and recesses where solution become stagnant and there is a localized depletion of oxygen. ده بيحصل في الفجوات والخبايا كده، الحاجات الخبيثة كده المستخبية. خلاص، بيحصل في الاماكن دي نتيجة نقص الاكسجين. لا بص، انا مش متابع الصراحة ومش قادر ايه اجمع. تعال نشوف بقى كده، بص ركز معايا هنا يا شباب. بصوا، لو عندك حاجة بالشكل ده، خلاص لو عندي يعني حتتين معدن بالشكل ده عايز اربطهم مع بعض، يعني عايز اربط الحتتين دول مع بعض. خلاص كده، او بيقول لك يعني ان من ضمن طرق اللي انت مثلا عايز تربط حاجات مع بعض، مثلا ممكن يبقى عندك حتتين كده. خلاص طبعا، انا كنت بدي الكلام ده كان يقول لك ايه، بنجيبهم كده واربطهم بلاستيك، فاهم؟ طبعا لا يعني. خلاص، فانا بيبقى عندي حتتين كده بالمنظر ده، خلاص عايز تربطهم مع بعض. خلاص، بتحطهم كده، بتعمل حاجه اسمها ريفيتنج. خلاص، ايه الريفيتنج ده يا جماعه؟ اللي هو المسمره. فبتجيب كده مسمار، خلاص، وتحط بقى اللي هي الايه، الصاموله بتاعتك والورده والكلام ده كله. خلاص، وده كده مسمار، وبتعمل ايه يا جماعه؟ تربطهم مع بعض. في مشاكل كده؟ تمام، انا كده ربطت الحتتين دول مع بعض. هتقول لي طبعا هنشوف يعني هو في حل احسن من ده؟ طبعا ده يعني ده حل للمشكله دي، اللي هو الويلدنج، ان انت تلحمهم مع بعض، الحم دي في دي احسن من الريفيتنج، من المسمره او البرشمه كده. خلاص، هتقول لي انت يا عم مش لسه قايل لي ان الويلدنج ده ممكن يعمل مشاكل؟ اه، ده لو في ستيل ستيل. خلاص، لكن لو في ستيل لا. خلاص يعني انت، هو اي ويلدنج يا جماعه عموما، سواء في ستيل او ستيل ستيل او اي حاجه، اي ويلدنج لازم بيتبعه عمليه اللي هي اللي انا قلت لك عليها دي، اللي هي الهيت تريتمنت. خلاص، اللي حتى بيبقى ليها اسم تاني انا كنت قلت لكم عليه في المحاضرات على فكره،
حاجة اسمها النيلينج، اللي هي المعالجة الحرارية دي. النيلينج، النيلينج دي تعرفها يا جماعة ان انت بتسخن المعدن خلاص، heating the metal at certain temperature for a certain time، بتسخنه لوقت معين خلاص عند درجة حرارة معينة. طيب نرجع لكلامنا، انت هنا جبت الحتتين دول وجبت مسمار وربطتهم ببعض، المنظر ده فين برضو يعني، فين الغلاسة في كده يعني؟ قال لك بص بقى، لو اللي بيحصل ايه ده كده يعني، معلش نرجع تاني لدي كده اهو، ده كده معدن وده كده معدن، ده المسمار اللي انت حاطه. عارف لو اللي بيحصل يا جماعة، المسمار ده بيتاكل ودول بيفكوا من بعض. الله، انت بتقول المسمار ده بيحصل له ايه؟ بيتاكل زي ما حضرتك سمعت كده، ده بيتاكل كده ودول بيفكوا من بعض. ازاي ده؟ انا ربطه ومقرط عليه كويس قوي. لا، ما انا بقول لك بيتاكل، ما انا ما قلتلكش دي اتفكت خلاص، انا قلت لك ده بيحصل له يا جماعه، بيتاكل. وممكن حوالين دي يعني، ممكن حوالين دي تلاقيها مصديه يعني، حوالين الصاموله اللي انت حاططها تلاقيها مصدي، زي ما هتشوف الصور كمان شويه. وهنا ده المسمار، خلي بالك بقى لما تيجي تشد المسمار يعني، لو مثلا انت مقتنع حضرتك بقى ايه، دي راس المسمار اهي مثلا، وادي جسم المسمار خلاص كده مثلا يعني، ده بقى فرس يعني، ده كده المسمار صح كده. عارف بقى هتبقى دي راس المسمار، هيبقى فيها تاكلات شويه يعني خلاص. والمسمار بتاعك بص هو نازل كل ده تمام، هتلاقي في الحته اللي في النص دي كده هو نازل اهو، هتلاقي الحته اللي في النص دي كده جايه كده معاك خلاص، ونازل مكمل كده تاني. الحته اللي في النص دي حصل لها يا جماعه اتاكلت. لا ده كده الموضوع كبر قوي. ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ قال لك بص بقى، تعالى دول كده نمسكهم يعني، هنمسك دول كده يا جماعه. طبعا خلي بالك هم دول محطوطين على بعض اه تمام، ومربوطين بمسمار كويس قوي. هل دول يا جماعه بنسبه 100% يعني لازقين في بعض؟ هل مفيش اي فراغ ما بينهم؟ لا في فراغ. ليه بقى؟ قال لك اصل في حاجه يا جماعه، انت اللي انت بتقولي عليه ان هو ما يبقاش فيه فراغ، يبقى معنى كده ان دول كده شباب حاجه اسمها سموث سيرفيسز، اسطح ملساق بنسبه 100% خلاص كده. وده ما عندناش الكلام ده. انت عارف سطح عامله 100% يعني ايه يا جماعه؟ يعني لو جبت مثلا عندك مثلا سيراميك ولا ارضيه مثلا، هقول لك ده دي سموث، لو جبت مثلا بليه ورميتها وحركتها عليها تفضل ماشيه الى ما لا نهايه. وطبعا انا ما عنديش الكلام ده خلاص، اكيد هتقف. طالما هتقف يبقى في فريكشن، طالما في فريكشن ده مش سطح سموث 100%، في مشكله كده يعني. اللي هوضحه لك بقى هنا ان دول كده يا جماعه في فراغ ما بينهم يعني، ده كده المكان ده كده، دول كده ده كده مش لازقين على بعض 100%، ده في فراغ هنا. طب تعال نكبر الفراغ ده شويه عشان نعرف ايه نشرح عليه. بص بقى يا سيدي كده، هيبقى عندي كده يا جماعه، انت قصدك ده القطعه الاولانيه اهي، هنكبر بس عشان ايه نعرف نشرح. ودي القطعه الثانيه، حلو قوي كده. وادي المسمار هيبقى جاي هنا كده، في مشاكل كده عشان انا وسعتهم زيادة عن اللازم، ايه سيبهم تاني ضايقين شوية. طب ادي الرسمة بتاعتنا اهي. بص بقى دلوقتي، احنا كنا لما شرحنا من ضمن انواع ال differential aeration corrosion كان هو في الديو بوينت كروجن، ديو بوينت صح كده. كنا قلنا يا جماعه في الجو اللي هو الساعه اللي هو بعد الفجر كده بيبقى فيه لسعه ساعه، فانت لو نزلت مثلا حطيت ايدك على عربيتك كده هتلاقيها ايه، فيها عليها قطرات ندى كده صح كده. طيب ليها قطرات ميه، فانت بعد الفجر الجو بيبقى ساقع، فهنا بيبقى فيه ايه يا جماعه، في ميه كده على السطح ده مثلا خلاص، في ميه هنا. طيب بص بقى كده، الميه دي هنا التكنس ده هو احنا موسعينه عشان نشرح عليه، لكن هو ارفع من كده كمان، في مشاكل. ففي ميه اتكونت هنا، وطبعا ده برضه يعني مش طبقه الميه يعني، احنا مكبرينها شويه برضه عشان ايه نعرف نشرح يعني. ففي ميه اتكونت هنا، بص ده كده الكروس سكشن اريا، المساحه السطحيه بتاعته خلاص، الكروس سكشن اريا القطر بتاعه قصدي يعني اصغر من ده. فهنا بيحصل ايه؟ بص بيقول لك الميه اللي هنا يا جماعه، الميه اللي هنا دي كده بتخش هنا كده خلاص، بحاجة اسمها الكابيلاري اكشن، الخاصية الشعرية خلاص كده. يعني انت لو جبت اللي هي الانابيب الرفيعة قوي دي كده يا جماعة وحطيتها في كوباية مية، هتلاقي المية داخلة جوه واتحبست جوه بقى. يعني انت جرب كده، هات الانابيب اللي هي رفيعة قوي دي كده حطها في كوباية مية، هتلاقي في نقط مية داخلة جوه ومش عارف تطلعها تاني انت بعد كده. طيب دخلت قطرات المية هنا،
دخلنا بقى جينا الساعة 10 11 كده، ايه الشمس طلعت، ايه اللي هيحصل للمية اللي هنا دي يا جماعة؟ هتتبخر. يبقى المية اللي هنا دي كده خلاص، دي كده يا جماعة اتبخرت، خلاص دي كده اتبخرت. وتفضل جوه بقى، اتفضل هنا حضرتك بقى المية اللي انت مش عارف تطلعها دي، صح كده؟ يبقى هنا في مية خلاص اللي دخلت بالكابينة رياكشن، المية اللي دخلت هنا بالكابينة رياكشن. نفس الكلام برضو هنا، خلي بالك يعني نفس الكلام هنا، بس احنا هنا عشان ايه؟ قلنا المية دخلت هنا يعني. طيب فالمية دخلت هنا بالكابينة رياكشن. حلو قوي. بص بقى الحتة دي يا جماعة أصبحت، نفتكر كده الديفرنشال ايريشن، أكسجين بور أريا ولا أكسجين ريتش أريا بالنسبة لدي؟ ما دي خلي بالك في مية محبوسة جوه، ها يعني دي كده خلي بالك المنطقة دي، دي في مية جوه. هل بتبقى في المية حضرتك بتعرف تتنفس كويس زي انت في الأول؟ لا. يبقى دي كده بنقول ايه؟ أكسجين بور أريا خلاص، الى جانب السولفد اوكسجين في المايه بيبقى ايه كميته قليله جدا، يعني بيوصل لحاجه اسمها 8 بي بي ام خلاص، ده رقم صغير جدا جدا يعني خلاص. طيب لكن هنا لا، ده انت بص هنا مفيش ميه، ده هواء، ونسبه الهواء نسبه الاكسجين في الهواء 20% او 23%، صح كده؟ طيب اكتر بكتير من 8 بي بي ام، يعني اكتر من نسبه الاكسجين اللي موجود في الميه خلاص. 8 بي بي ام دي هي 8 بارت بير مليون، تخيل يعني لو حاولت تحولها بقى يعني لنسبة مئوية، انت عارف هتبقى عامل ازاي؟ يعني دي كده هتبقى 8 × 10⁻⁶، انت متخيل الرقم صغير ازاي؟ دي نسبة المية هنا، اه سوري نسبة الأكسجين، ده كده نسبة الأكسجين، دي سولفد أكسجين في الووتر، متخيل؟ خلاص. لكن هنا لا، ده انت هنا عندك في الهواء نسبة الأكسجين 23%، صح كده؟ يبقى معنى كده ان المنطقه دي بقت ايه يا جماعه؟ اكسجين ريتش اريا. فاصبح عندك على نفس المتر منطقه اكسجين ريتش، واللي جوه دي مين يا جماعه؟ اكسجين بور. فاكر كان مين اللي بيتاكل يا جماعه؟ كان بيتاكل المتر اللي موجود في مين يا جماعه؟ في الاكسجين بور اريا. فبتلاقي ايه؟ اللي هنا ده بيتاكل وهنا ده بيتاكل، والحديد اللي هنا بتاع المسمار ده بيحصل له يا جماعه؟ بيتاكل. عشان كده لو فاكر بقى، بص هيفضل المسمار يتاكل من القلب هنا كده، من النص هنا كده، عشان كده حضرتك لما تطلعه هتلاقي شكله بالمنظر ده اهو، هتلاقي شكله عامل كده معاك لو متاكل من النص كده خلاص. ده اللي بيسموه بقى ايه يا جماعه؟ الكريفيس كروجن، اللي هو الكروجن اللي حصل في ايه يا جماعه؟ في الفراغات او في الخبايا او في الفجوات هنا كده، ده اللي بيسموه يا جماعه الكريفيس كروجن. وطبعا ده لوكالايزد، معنى كلمة لوكالايز قلنا بيحصل في اريا معينة من الميتال أكتر من اريا تانية، فهو طبعا بيحصل في اريا معينة أكتر من اريا تانية، ولكن اسمه ايه يا جماعة؟ يعني مش بيحصل على كل الاريا دي، صح؟ الديفرنشال اريشن العادي يا جماعة كان بيحصل على الاريا كلها، لكن ده حصل في المكان اللي جوه بس، في الفجوات بس، فعشان كده ده سموه ايه يا جماعة؟ لوكالايز خلاص. يبقى كلمة لوكالايز يا جماعة ظهرت لي في 3 أنواع كروجن، اللي هو البيتنج كروجن والانتر جرانيولار كروجن، ومين تاني يا شباب؟ والكريفيس كروجن. خلاص كده. طيب ده كده كان الايه؟ الكريفيس كروجن. بص بقى كده اهو، ده المثال اللي انا شرحته لحضرتك، ادي في الفجوات دي كده بتخش الميه بالكابيلا رياكشن من الخاصيه الشعريه، وتفضل تعمل لي ايه يا جماعه؟ تفضل تعمل لي كروجن في المكان ده خلاص. طيب بص كده، ادي المسمار اللي انا وريته لك اهو، شفت المسمار طالع متاكل من القلب ازاي؟ اهو بص هنا سليم وهنا سليم، لكن بص هنا ايه يا جماعه؟ متاكل. اه هنا في صدى برضه، لان ما يمنعش برضه الامر ايه من شويه صدى، يعني ان هو متعرض برضه للهواء، لكن خلاص بص هنا عامل ازاي؟ متاكل اكتر حاجه خالص. وبص برضو عند الصاموله، لان بص الفراغ اللي بين حته المعدن دي والصاموله دي، بص مصدي اهو خلاص، الحته دي برضو دخلها ميه وحصل ايه يا جماعه؟ كروجن. ده كده اللي اسمه الكريفس كروجن. طبعا عند الانودك سايدز اللي هو الاكسجين بور اريا بيحصل التفاعل ده، ميتال بيديني ميتال ايونز زائد الكترونز خلاص، انا بحب دايما اكتبها كده يا جماعه، يعني ميتال بيديني ميتال ايونز زائد ان الكترون، على حسب ده بقى الان دي كانت 1 2 وات ايفر يعني خلاص. والتفاعل طبعا ده بيحصل في اكسجين بور اكسجين ريتش، ما عنديش التفاعل التاني، انا عندي بس التفاعل اللي هو ده كده يا جماعه، اللي بيحصل لما البي اتش تبقى كام؟ من 4 لكام؟ ل 10 خلاص. ده كده الكريفيس كروجن بكل الشرح بالتفاصيل اللي احنا ايه عايزين نقولها عليه، وتخلي بالنا يا جماعه ايه من الحاجات دي كويس خلاص. ده كده المفروض ايه النوعين اللي احنا سقطناهم في ايه؟ في انواع الكروجن. هندي يعني هنكمل بعد كده الانهيبيتورز.
الانهيبيتور ازاي يا جماعه؟ بص كده هنشوف تعريفها برضه نرجع نوضحه. بيقول لي كيميكال كومباوندز ادد ان سمول اماونتس بنسب تقريبا صغيره جدا توصل ل 0.1% تو ذا كروسيف انفايرمنت او تو ذا كروسيف ميديوم تو انهيبيت كروشن، حاجات بتمنع كروشن. ايوه برضه استفدت ايه؟ خلي بالك بص اقرب مثال هقول لك مثال بسيط كده عليها. لو انت رايح مثلا بتحط ميه للعربيه بتاعتك فبتلاقي كده في البنزينه يقول لك ايه في ميه ملونه اللي هي الميه الخضراء او الحمراء دي، خلاص دي ايه لازمتها يا عم؟ يقول لك ايه لازمه الميه دي؟ يقول لك بتمنع الصدى. ايوه بتمنع الصدى ازاي؟ بيقول لك الماده اللي بيبقى فيها كيماويات، شويه كيماويات كده بتحطها كيميكال كومباوندز، الكيميكال كومباوندز دي خلاص بتتحط في الكروسيف ميديا اللي هي الميه، ما انت عارف ان الميه بتعمل كروجن للرادياتير بتاعك او لما تخش الموتور الكلام ده كله بتعمل كروجن خلاص. فانت بتحط كيميكال كومباوندز خلاص مواد كيميائيه بنسب صغيره جدا زي ما حضرتك شايف 0.1% للميه بتاعتك دي وبتخليها تمنع تاكل. يعني الكيماويات اللي انت حطيتها في الميه دي اللي هي غيرت لونها الاحمر يا اخضر يا ايه يا اما كده بتلاقي الكروجن بتاعك قل. وفعلا ده بيبان، خلي بالك لو حطيت ميه عاديه خلاص وتيجي مثلا تغسل رادياتير بعد شهرين ولا ثلاثه بتلاقي ميه الرادياتير نازله، بص الصدى مفيش اعفن من كده خلاص، نازله الميه صفره من كتر الصدى اللي فيه خلاص. تحط الميه الحمراء او الميه الخضراء دي وتيجي تغسل الرادياتير تلاقي الميه نازله ايه رايقه شويه، مش زي اللي هي الميه العاديه خالص. ايوه ما انا مش فاهم بقى يعني الكيماويات دي انت، ما ده الكلام اللي هو الراجل بتاع البنزين عارفه، انا راجل مهندس بقى عايز اعرف التكنيك يعني ايه اللي بيحصل بقى، الميكانيزم ازاي، ايه اللي بيحصل فيها. قال لك ليك حق فعلا لازم تعرف الكلام ده. قال لك بص هي الانهبيتورز دي، يعني معنى كلمه انهبيتورز يا جماعه انهبيت، يعني بيقول لك اهو تو ذا كروسيف ميديوم تو انهبيت خلاص، معنى كلمه انهبيت دي اللي هو يمنع خلاص، يبقى انهبيت دي اللي ايه يا جماعه؟ يمنع. يبقى انهبيتورز موانع، فكروجن انهبيتورز بيسموهم موانع تاكل. ايوه برضو ازاي؟ ما تضحكش ما تسرحش بيا، ازاي بيحصل الكلام ده؟ قال لك والله بص احنا عندنا نوعين من الانهبيتورز، حاجه اسمها كاثوديك انهبيتورز وحاجه اسمها انوديك انهبيتورز. طيب من اسمها كده خلاص، يعني هو بيقول لك ايه زي ار كلاسيفايد اكوردنج تو ذا الكترود ات ويتش زير اكشن از بريدومينانت خلاص، يعني هي بتقسم على حسب يعني هي بتعمل ايه بالظبط. فهي عندنا منها حاجه اسمها كاثوديك انهبيتورز وانوديك انهبيتورز. ايوه مش فاهم برضه، ما زلت مش فاهم. قال لك بص يا جماعه هي الفكره الانهبيتورز بيقول لك هي بتمنع الكروجن، تمنع الكروجن ده خلي بالك احنا اتفقنا يا جماعه الكروجن بيحصل من خلال تفاعلين، لان هو سيل، هو في الاخر هو جالفانيك سيل، الكروجن بيحصل من خلال جالفانيك سيل، بيحصل من خلال تفاعل انود وتفاعل كاثود خلاص كده. لو واحد منهم واقف، يعني لو فاكر كده لما كنا بنكتب الخليه كنت بقول لك انود الكترولايت كاثود، لازم الثلاثه يبقوا موجودين خلاص كده. فانت عندك تفاعل انود وتفاعل كاثود، لو واحد منهم بس وقف يا جماعه، لو تفاعل انود وقف خلاص يبقى الكروجن مش هيحصل، تفاعل كاثود وقف الكروجن برده مش هيحصل. يبقى لازم الكروجن عشان يحصل تفاعل انود وتفاعل ايه يا جماعه؟ كاثود. هنا بقى بيقول لك الكاثوديك انهبيتورز دي يا جماعه بتمنع تفاعل الكاثود خلاص، يبقى كاثوديك انهبيتورز بتمنع تفاعل الكاثود. يبقى بالعقل يبقى الانودك انهبيتورز بتعمل ايه يا جماعه؟ بتمنع تفاعل الانود. يبقى المولكيول اللي انت بتحطها دي بقى لو على حسب بقى لونها احمر ولا اخضر ولا شوف لونها ايه بقى، يعني على حسب بقى الكيماويات المحطوطه، في كيماويات بتمنع تفاعل الكاثود وكيماويات ثانيه بتمنع تفاعل مين يا جماعه؟ الانود. وطالما واحد منهم واقف، واحد من التفاعلين واقف، يبقى التاني مش هيحصل خلاص، لازم الاثنين بيحصلوا ايه مع بعض. طيب فهنا بيقول لي الكاثوديك انهبيتورز زي ذيس ار كيميكال كومباوندز ذات انهبيت ذا كاثوديك رياكشن اوف ذا كروجن سيل. دي بتمنع الكاثوديك ايه يا جماعه؟ الكاثوديك رياكشن بتاع الكروجن سيل. بيقول لي ذا اكشن اوف كاثوديك انهبيتورز از ديبند اون خلاص ديبندنت اون 1 ذا ميتال ان ذا اوبريشن اند ذا انفايرمنت. يعني هو ده بيعتمد طبعا ايه على حسب انت تختار ميه حمراء او خضراء يعني. خلاص هو بيقول لك يعني الكاثوليك انهبيتورز دي بتعتمد على الميتال خلاص الموجود في الاوبريشن وعلى الكروس انفايرمنت اللي مستخدمها يعني. خليها دلوقتي على جنب يعني، هنشوفها ازاي لما تيجي ناخد ايه الامثله يعني. المهم انت عارف ان الكاثوليك انهبيتورز دي بتمنع تفاعل ايه يا جماعه؟ الكاثود. طيب مثال بيقول لك ان نيوترال اند الكلاين انفايرمنت اوكسجين سكافنجرز. ايه الاكسجين سكافنجرز دي؟ تعال نشوف دلوقتي لو حضرتك تفتكر معايا كده خلاص ان تفاعل، طبعا احنا بنتكلم بقى على الكروجن يبقى كده ايه جالفانيك سيل. تفاعل الانود بتاعنا بيبقى كالاتي، الاف اي تديني اف اي بوزيتيف زي 2 الكترون، وخلي بالك ده الانود لان دي كده جالفانيك مش الكترونيك. تفاعل الكاثود والله كان احد تفاعلين خلاص على حسب مين يا جماعه البي اتش، ففي التفاعل خلاص اللي هو بتاع الاكسجين ريدكشن
اللي هو نص O2 خلاص زائد H2O زائد 2 الكترون كان بيديني مين يا جماعه؟ 2 OH نيجاتيف، صح كده؟ طيب ده التفاعل ده كان بيحصل لما البي اتش تكون من 4 ل 10، تمام؟ فهو بيقول لي بص كده، النيوترال اند الكلاين انفايرمنت خلاص، اوكسجين سكافنجرز، مثال كده ماده عليها اسمها صوديوم سلفايد والصوديوم هيدرازين كان بيوزد، خلاص كده؟ طيب وفي برضه كان في تفاعل تاني، خلي بالك ما انت هتقول التفاعل ده كان بيحصل من بي اتش 4 10، كان في تفاعل تاني يا جماعه اللي هو 2 هيدروجين، اللي هو الهيدروجين ريدكشن، ده كان سوري كان الهيدروجين ايفوليوشن او الهيدروجين ريدكشن عادي يعني، كان الاكسجين ريدكشن او الهيدروجين ايفوليوشن، كان 2 اتش بوزيتيف زائد 2 الكترون يدينا مين يا جماعه؟ اتش 2، خلاص كده؟ ده كان بيحصل لما البي اتش بتاعتي تكون اقل من 4. عارف القصد في ايه؟ انت دلوقتي بتقول لي انت بتتكلم عن الكاثوديك انهبيتورز، اه يعني انت مهتم دلوقتي بتفاعل مين يا جماعه؟ الكاثود ده او ده. بص ده هيقف ازاي لو مفيش اكسجين؟ في مشكله كده؟ لو مفيش اكسجين التفاعل ده مش هيحصل، وبالتالي ده مش هيحصل. طب ده مش هيحصل ليه يا جماعه؟ عارف ليه؟ لان الاثنين الكترون دول المفروض حضرتك بيتاخدوا من التفاعل ده يروحوا التفاعل ده يخلوا ده يحصل. طب لما ده ما يحصلش هل دول هيروحوا في حته؟ لا، يبقى اكوردنج تو لوشاتيليه برنسبل التفاعل ده مش هيكمل. ما التفاعل ده عشان يكمل يا جماعه لازم دول يروحوا في حته، لازم تاخد دول كده في حته تانيه، فده هيفضل ماشي في الاتجاه ده. لكن ما خدتش دول زي ما هم خلاص تفاعل كده ايه مش هيحصل، مش هيكمل تاني. فانت هنا بيقول لك بيحط حاجه اسمها اوكسجين سكافنجرز اللي هي كاسحات الاكسجين، بتحط حاجات يا جماعه تاخد الاكسجين دي، بتحط حاجات كده في الانفايرمنت في الكلوز انفايرمنت تسحب الاكسجين منها، تسحب الاكسجين منها يعني ايه تسحب؟ يعني تتفاعل معاه، يعني التفاعل ده ما يحصلش، يعني انت ما تخليش التفاعل ده يحصل خلاص، لان الاكسجين دخل في تفاعل تاني، خدته كده الاكسجين في حوار تاني، فمش ده ما دخلش في الحوار ده كده. يبقى انت الاكسجين سكافنجر كاثوديك بروتكشن دي يا جماعه لو انت بتتكلم في البي اتش بتاعتك 2 من 4 ل 10 اللي هي النيوترال الكلاين ميديوم، بتعمل ايه يا جماعه؟ بتكسح الاكسجين. ايه تكسح الاكسجين؟ بتتفاعل هي معاه، وبالتالي بتمنع التفاعل ده كليا او تقلل الريت بتاعه. هو الريت بتاعه قل، يبقى السحب بتاع ده قل، يبقى برضه الريت اوف كوريشن حصل له ايه يا جماعه؟ قل. بيقول لي ان اسيليك ميديوم كومباوند ساتش از ارسينيك كان بي ادد تو ديكريز هيدروجين ايفوليوشن ريأكشن. في هنا بقى في الاسيليك ميديوم اللي هي البي اتش اقل من 4 عندي، بيحط ماده اسمها ارسينيك. الارسينيك دي برضو ايه يا جماعه؟ بتقلل تفاعل. بتقلل التفاعل ده ازاي؟ ان هي عن طريق ان هي بتتفاعل مع الهيدروجين، او تاخده في حوار تاني، تاخده في حوار تاني، يبقى هي هنا منعت التفاعل ده او قللته. يعني انت بتحاول تعمل ايه؟ تقلل ده كده على قد ما تقدر، يبقى قللت الريت اوف كوروجن، او والله تمنعه خالص، يبقى انت حضرتك كده منعت ايه؟ منعت الكوروجن. خلاص؟ دي كده اللي هي امثله على الايه؟ الكاثوديك بروتكشن. طيب ايه تاني؟ بيقول لي other compounds can be added and form an insoluble layer on the cathodic on the cathode surface to isolate it from the medium. طب هي الفكره ان انت عندك anodic sites وكاثوديك سايتس، مواقع انوديه ومواقع ومواقع ايه؟ كاثوديه. فهو بيقول لك في شويه مواد بتتحط هنا خلاص بتعزل المواقع الكاثوديه. عزلت المواقع الكاثوديه يا جماعه ما بقتش ان دايركت كونتاكت مع، ما انت خلي بالك بقى ما انت عندك ايه؟ انود الكترولايت كاثود، صح كده؟ مش ده اللي عندنا يا جماعه؟ لازم ده يلمس ده ولازم ده يلمس ده. فانت هتعمل ايه؟ والله هتحط مواد خلاص، هتحط ماده كده تعزل المواقع الكاثوديه عن الالكترولايت عن الانفايرمنت. لو انت حطيت مواد تعزل المواقع الكاثوديه، اه يبقى كده بص الكاثود مش اندايركت كونتاكت مع الالكترولايت، ده في ايه يا جماعه؟ في بارير، يبقى ده كده مش اندايركت كونتاكت مع ده خلاص، يبقى كده ايه؟ عزلت الكاثوديك سايتس، عزلت المواقع الكاثوديه، وبالتالي مش هيحصل تفاعل كاثود، وبالتالي مش هيحصل ايه يا جماعه؟ كروجن. المواد دي زي ايه؟ قال لك عندنا زي الزنك سلفيت خلاص، المغنيسيوم سلفيت، الكالسيوم بايكربونات. دي بيقول لك رياكت وذ كاثوديكالي فورمد و اتش ايونز خلاص تو انفورم انسوربل زنك هيدروكسيد ومغنيسيوم هيدروكسيد وكالسيوم كربونيت. بص كده لو فاكر التفاعل بتاع الكاثود بتاعي اهو، تفاعل الكاثود بيطلع او اتش خلاص كده، تفاعل الكاثود بيطلع او اتش نيجاتيف. هي بتعمل ايه بقى؟ الزنك سلفيت والمغنيسيوم سلفيت والكالسيوم بايكربونات بيتفاعلوا مع الاو اتش اللي طالعه دي، ويديني بقى انسوليبل لاير، يعني بيبقى الكاثود كده، يبقى سطح الكاثود ده كده، سطح المواقع الكاثوديه ده كده يا جماعه بيبقى عليه انسوليبل لاير، طبقه غير دايبه خلاص. انسوليبل لاير اهي، دي كده ان سوليبل
لير طبقة غير دايمة. insoluble layer بقى من مين يا جماعة؟ من الزنك، من الزنك هيدروكسيد والمغنيسيوم هيدروكسيد والكالسيوم ايه؟ كربونيت. لان انت عارف طبعا الكالسيوم باي كربونيت دي دايبة، لكن الكالسيوم كربونيت بتبقى ايه؟ غير دايمة. خلاص كده، دي كده اللي هي الكاثوديك انهبيتورز انت ممكن تحطها. ودي كده الكيماويات دي لما تتحط كده خلاص، في منها اللي هو بيروح يدمر الاكسجين او يكسح الاكسجين، وفي منها بيقلل تفاعل الايه الهيدروجين، وفي منها زي ما انت حضرتك شفت اهو بيتفاعل مع الاو اتش اللي طالع عند الكاثود خلاص، ويكون انسوليبل لاير يعزل المواقع الكاثوديه مثلا، يبقى كده تفاعل الكاثود مش هيتم، وبالتالي الكروجن مش هيحصل له يا جماعه، مش هيتم. خلاص كده، طيب ده كده اللي هي اللي بيسموها ايه يا جماعه؟ الكاثوديك انهبيتور. تعالى بقى نشوف ايه الانوديك انهبيتور. كنا شرحنا احنا يا جماعه اهو الانوديك انهبيتورز، قلنا ذيس ار كيميكال كومباوند ذات انهبيت ذا انوديك رياكشن او ذا كوروجن سيكل. دي بتمنع تفاعل مين يا جماعه؟ تفاعل الانود، ما تخليش تفاعل الانود يحصل له يتم. طيب بيقول لي مثال عليها سبستنس زي ال Na2SiO3 ال Na2CO3 الصوديوم كربونيت Na3DO4 صوديوم فوسفيت react with anodic reaction products ال Fe ions بتتكون دي forming an insoluble film isolating the anode. خلاص يبقى هي بتكون انسوليبل لير على سطح الانود، نفس القصه اللي شفناها في الكاثود المره اللي فاتت. خلاص يبقى بتكون انسوليبل لير على سطح الانود، يبقى كده بقت بارير بين الانود والالكترولايت، وبالتالي الانود انعزل، يبقى الانود كده مش هيحصل له يا جماعه، مش هيحصل له كروشن خلاص. يعني تفاعل الانود سوري وقف، تفاعل الانود مش هيحصل، وبالتالي الكروشن برضو يا جماعه وقف. طيب مثال تاني عندي حاجه اسمها الباسيفيتورز. ايه الباسيفيتورز دي؟ بيقول لي ذيس ار oxidizing agents react with the anodic reaction products forming an oxide film. من ضمن الحاجات اللي ممكن تعزل الانودك سايتس يا جماعه، من ضمن يعني انت شفت المره اللي هنا دي كده يا جماعه، السبستنس دي بتكون ايه برضو؟ انسوليبل ايه؟ فيلم. خلاص بتكون ماده او طبقه كده غير دايمه على سطح الميتال. طب خلاص، طيب هنا الباسيفيتورز بتكون برضو طبقه بس من الاوكسايد، يعني طبقه حاميه من الاوكسايد فيلم. وخلي بالك شروط الطبقه دي عشان تبقى بروتكتيف، قلنا ان هي تبقى ادهيسيف وتبقى ايه يا جماعه؟ نمبرز. فيا اما انت تكون طبقه خلاص من المواد دي كده، بتبقى انسوليبل فيلم مش عارف من اتحاد الحديد مع الصوديوم مع المواد دي كده، طبقه ان اورجانيك. يا اما الطبقه اللي بتبقى حاميه دي او بروتكتيف دي بتبقى طبقه من ايه يا جماعه؟ من الاكسيد، من اكسيد الحديد ذات نفسه. خلاص ودي بيسموها يعني هي لو كونت كده طبقه بروتكتيف من الاكسجين يعني من الاف اي مثلا، تبقى من الاوكسيد من اكسيد الحديد، يبقى دي بيسموها باسيفيتور. والله كونت طبق انسوليبل من معادن ثانيه او من حاجات ثانيه غير الاكسيد غير اكسيد الحديد خلاص، تبقى ايه يا جماعه؟ سبستنس اللي هي دي كده. تمام. طيب يبقى الباسيفيتورز، يبقى انت بتحط السوليوشن بتحط الحديد بتاعك خلاص في اوكسيدايزنج ايجنت او اوكسيدايزنج سوليوشن، او بتسميه بتحط الحديد بتاعك في باسيفيتور. الباسيفيتور ده بيكون طبقه اكسيد على مين يا جماعه؟ على سطح الحديد. واشهر مثال على كده ال Na2Cr2O7 خلاص، او ال K2Cr2O7، يا اما البوتاسيوم دايكروميت يا اما الصوديوم دايكروميت. لما الحديد بيتحط في سوليوشن من الدايكروميت ده كده يا جماعه بيكون عليه طبقه اكسيد، بيكون اكسايد فيلم من طبقه اكسيد من اكسيد الحديد، وبالتالي الحديد اللي هو الانود بتاعي يعتبر اللي هو بيتاكل بقى ايزوليتد، بقى معزول، ما بقاش ملامس ان دايركت كونتاكت مع الالكترولايت او الانفايرمنت، وبالتالي تفاعل الانود مش هيحصل، وبالتالي الكروجن مش هيحصل. تالت حاجه هنا خلاص حاجه اسمها ادزوربشن انهبيتور. ايه الادزوربشن انهبيتور دي؟ مواد بتتحط كده يا جماعه في المحلول خلاص، اول ما بتلمس الحديد بتكون برده طبقه عضويه انسوليبل على سطح الحديد. يعني بص كده، ده كده الادزوربشن انهبيتور دي، ده سطح الحديد بتاعي اهو، ده الاف اي. اول ما تحط الادزوربشن انهبيتورز دي او السوليوشن اللي فيه ادزوربشن انهبيتور يا جماعه، لوحدها كده بتروح المواد العضويه دي كده يا جماعه تلتصق او تلزق على سطح الحديد. خلاص اهو دي كده اللي هي الادزوربشن انهبيتورز، خلاص بتروح المواد العضويه دي كده تلتصق بسطح الحديد. وطبعا الحديد عندنا اللي هو الانود، طالما التصقت بسطح الحديد يبقى دي كده الكروسيف انفايرمنت او الالكترولايت بتاعي، بقى فيه الحديد بقى معزول عنها خلاص، عزلت الحديد عن الايه الالكترولايت او الكروس انفايرمنت، يبقى انت عزلت المواقع الانوديه، يبقى كده تفاعل الانود مش هيتم، تفاعل الكاثود مش هيتم، والكروجن ايه يا جماعه؟ مش هيتم.